السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وعد عليكم علينا الأيام بخير يا رب العالمين. النهاردة احنا نتكلم عن رقية الصابون، جات لي كتير في التعليقات، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي عنده اي استفسار يخش على صفحتي على الفيسبوك او على اليوتيوب يكتب لي، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم باذن الله. واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشرفني ويشترك يا جماعه، واللايك عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. رؤيه الصابون يا جماعه من الرؤى المستحبه، من اجمل الرؤى، لان احنا بتستحمي او بنغتسل او بنتوضى او بنغسل ايدينا، فالصابون يا جماعة دلل ان انت بتغسلي ايدك بيه او بتستحمي، دلل على زوال الهموم والمشاكل وفك ضيقة وفك كرب. يعني الواحد ما بيبقى متضايق ومخنوق وما اخش اخد شاور او اخش ان انا استحمى، بيطلع ربنا بفك عنه، ربنا بتحس ان انت فقت ورقت كده، ده معناه ذهاب الهم ومشاكل والضيقة لو شفت رؤية الصابون في المنام. تمام؟ طيب لو شفت ان انت بتستحمي بتغسلي ايديكي بيه، اعرف ان في قدوم خير داخل عليكي، او مال، او كنت فك دين، يعني كنت عليكي دين، ده فك الدين، ربنا يسد دينك وفك كربك وضيقتك باذن الله، او فك ضيقتك او دينك باذن الله، سواء رجل او مرأة. دي رؤية الصابون يا جماعة في المنام. اما بالنسبة ان انت دلل كمان على الطهارة، دلل على النقاء، الصابون دلل على حاجات جميلة جدا، دلل على المال، دلل على الرزق، لان احنا بنبقى مخنوقين وتبقى مخنوقة وتبقى متضايقة، طالما توديتي وغسلت ايديكي وتوديتي ودخلتي صليتي، ربنا بفك ضيقتك وكربك وتحسي باستطمان كده وراحة نفسية، فده الصابون يا جماعة. ولو صابونة لونها اخضر اعرفي على طول جايلك صابونة لونها اخضر في المنام، عرف ان ده رزق داخل عليك، او ربنا هيفك ضيقتك او كربك، او لو عندك مشاكل ربنا هيذهبها عنك، وذهاب الهم والحزن اللي انت فيه او اللي انت حضرتك فيه. الصابونة الخضراء تمام. ام لو صابونة لونها بينك بامبا او يعني اللون البينك ده، البامبا ده لو ست ما يعني مفيش حمل او ما حصلش لها حمل، ان شاء الله تعرف على طول ان ربنا هيرزقها بالذرية الصالحة، هيرزقها بنت، لان اللون البنك ده على البنت. تمام. الصابون الابيض يا جماعة في المنام دلل على الخير، دلل على المال، دلل على الرزق، دلل على قدوم فرحة وخير داخلة عليكم باذن الله. ده رؤية الصابون يا جماعة، ورؤيتها كلها مبشرة بالخير، دلل على الطهارة، دلل على ذهاب الهم، دلل على ذهاب التعب، او لو انت تعبان دلل على ذهاب التعب، دلل على فك الضيقة، دلل على ان انت انسان طيب ونقي، دلل على حاجات كتير الصابون. فرؤية الصابون يا جماعة مبشرة، رؤيتها جميلة، والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.